تعالوا اهلا بيكم معانا نشوف الايه السؤال ده مع بعض. 56 years old man comes to the clinic. لايه جاي الكلينيك؟ فيفر، عنده فيفر، persistent cough وهيموبتسيس وفاول سميلينج بيورولنت سبيوتم، ريحته سيئه وسبيورولنت، وفي element of cyanosis. ها الاعراض دي كلها موجوده لمده اسبوع تقريبا عنده for the past week. عنده 56. He had similar symptoms with sinusitis 2 months ago. هو شوفوا لما لقى انا فيفر وكاف وسبيوتم كتير فاول سميلينج، افكر في حاجه من السابيوراتيف ايه لانج سيندرومز، ها زي مثلا ايه لانج ابسس، برونكايكتاسيس، انفكتد سيستيك لانج الى اخره، ها ومعاه هيموبتاسيس كمان، ده يمشي طبعا مع ايه احتمالات ايه سابيوراتيف لانج سيندروم، ومن اشهرها طبعا ايه البرونكايكتاسيس. اللي خلينا نتوجه للبرونكايتس لما بيقول sinusitis دي 2 months ago، ان من احد اسباب البريديسبوزنج فاكتورز للبرونكايتسيس اللي هو الايموتايل سيليا سيندروم، السيليا اللي هي ما بتشتغلش كويس، يقوم يحصل في برونكايتسيس لان السيليا في البرونكاي بتبقى مش شغاله كويس، فيحصل انفكشنز وتبدا تدمج الوول اوف ذا برونكاي، تدايليت، يحصل فيها سابيوريشن وتبدا تعمل الايه البرونكايكيتيك تشينجز ايه في اللنجز بتبان في الاكس راي. وفي هذه الحاله ممكن نلاقي معاها ايه ساينوسايتس، لان السيلياري فانكشن ايه في الساينسز برضو مش شغاله، فتلاقيها بريديسبوزنج فاكتور ليها، والاورجانيزم حتى من الساينس ممكن كمان يكونتريبيوت ايه لانه يوصل لللنج سموير انذر، و يبدا ايه من خلال التراكية والبرونكاي ممكن يزاجريفيت الايه كونديشن. ولكن الموتايل سيليا سندروم توضع في الاعتبار لما يقول لي حته ايه ساينوسايتس دي، ان السيليا مش شغاله كويس وبالتالي عنده ساينوسايتس بتجيله، وبيجيله برونكايكتاسيس عشان البرونكاي مش عارفه تريموف السكريشن، يحصل انفكشن وكرونيك دامج للبرونكيال وول وبرونكايكتاسيس في النهايه. العيان ده عنده 5 year history of smoking، كمان بيشرب سجاير فوق كل ده، تصوروا بقى. Per examination shows low grade fever، ده يمشي جدا مع bronchiectasis، ما بتبقاش الابسس مقفول يدي high grade fever، لكن البرونكايكتاسيس عشان مفتوحة وبتصفر بتبقى low grade fever and wheezes with crackles in both lungs. وجود ويزز تمشي مع البرونكايكس عشان البرونكاي فيها انفلاميشن وصديد وابستراكتد، وكراكلز موجوده برضو نتيجه الايه الاير وهو بيعدي على الانفلامد ايه تيشو اللي فيه السكريشنز والبرونكاي، كل دي ايه ولوكال ارياز اوف كولابس بتحصل في الالفيلاي وانفكشنز، كل دي ممكن تديني ايه كراكلز في مناطق اللي فيها برونكايكتسز والالفيلاي الانفكتد حواليها. Chest X-ray reveals basal honeycomb appearance on each side of the lungs. يبقى في basal honeycomb appearance كمان، ده خلاص يعني حالة bronchiectasis يقينية. What is the most likely diagnosis؟ كتبت غلط. What is the most likely diagnosis؟ اللي هنا طبعا ما فيش مجال للمناقشة، ان احنا بنتكلم زي ما قلت في حالة bronchiectasis من الاعراض دي، من السابيوراتيف سيندروم اللي موجوده، كميات عاليه من الفاول سميلينج سبيوتم، اللو جريد فيفر، وجود هيموبتسيس، ساينوسايتس تمشي مع التشخيص، هونيكومب ابييرنس في اللنج، كل دي ايه برونكايكتاسيس. These patients likely to have bronchiectasis، واتفقنا عليها predisposing factor ليها مهم قوي ان احنا نعرفها، ودي هنا ادي ايه هونيكومب ابييرنسز ايه في اللنج وبيزل برونكايكتاسيس، دي التيبيكال، لكن ممكن تيجي في اماكن اخرى. والسي تي سكان برضو من الحاجات الرائعه النهارده في تشخيص الايه البرونكايتيك تشينجز ايه في البرونكاي والدايلاتيشنز، ووجود البرونكايكتاسيس ممكن يبان في السي تي حلو قوي. مهم قوي اي حاله برونكايكتاسيس ان انا افكر ايه البريديسبوزنج فاكتورز بتاعتها. في ممكن اي كونديشن زي الاميون ديفيشنسي تعمل كرونيك انفكشنز في اللنج، لان الاميون سيستم ضعيف، فاللنج انفكشنز المتتاليه تدمج البرونكيال وول وتبدا يبهوأ ويضعف ويحصل ايه البرونكايكتاسيس، وتبدا ايه يحصل السكريشن تتجمع ويحصل مور انفكشنز فيها، وده اللي بيعمل لي سابيرتيف سندروم. سيليا ديسفانكشن وقلناها، اللي وجود الساينوسايتس يقول لي فيه
الموتايل سيليا سيندروم او حاجه مخليه السيليا مش عارفه تتحرك، ودول بيبقى معاهم ساعات ازوسبيرميا. نتيجه كده تلاقي ساينوسايتس وازوسبيرميا وبرونكايكتاسيس اسوشيشنز ليها علاقه بالايه، بالسيلياري فانكشن، من الساينوسز للبرونكاي للسبيرم. لو هي ديفكتيف ممكن دي كلها بتدي ايه اعراض تيجي في نفس العيان. سيستيك فايبروزيس، مفيش اشهر منه السيستيك فايبروزيس، الدامج في اللنج والبرونكاي رهيب وبيعمل برونكايكتاسيس جامده جدا. الالرجيك برونكوبالمونري اسبرجيلوزيس، دي مش فانجل، دي رياكشن، خدوا بالكم ايه لفانجس. فهي الالرجيك برونكوبالمونري، ودي مشهور معاه الفانجس بيجي يوجوالي في الايبكس بتاع اللنج، فتلاقي ايبيكال ديستريبيوشن، يعني دي بيزل. ها لكن لو الالرجيك برونكوبالمونري اسبرجيلوز عامله البرونكايكتاسيس هتلاقيها ايه ايبيكال هنا اهوت. فكل دي حاجات ايه توضع في اعتبارنا كبريديسبوزنج فاكتورز للبرونكايكتاسيس وتتسال somewhere another، ولكن هي معلومات اسينشال فايتال انها لازم تتعرف. ان الاميون ديفيشنسي، السيليار ديسفانكشن، السيستيك فايبروزيس، الالرجيك برونكوبالمونري اسبرجيلوز، كل دول كان بريديسبوز لايه، لحالة برونكايكتاسيس، ولسه شايفين ايه حالة منها دلوقتي.